رجل يستحق الزكاة، جمع زكاة الفطر من أصحابه ثم أخذها لنفسه ولم يخبرهم. يقول رجل يستحق الزكاة، جمع زكاة الفطر من أصحابه ثم أخذها لنفسه ولم يخبرهم، مع العلم أن له راتب لكن لا يكفيه لنهاية الشهر وعليه دين. إذا كان أخذها منهم بنية أنه يعطيها للفقراء فهو وكيل، وهو وكيل ما يجوز له يأخذها لنفسه لأنه وكيل. أما إذا أعطوها إياه وقالوا عطها من ترى أنه مستحق وهو مستحق فلا بأس. نعم.